جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. اختي ريحي لي حالك وقعدي بالليوان. تعي تعي عادي، لا تتعبي حالك عادي. ايه تقبلي، الله يرضى عليك. انت بحساب الك زمان ما حدثتيني. يمكن اجوا. مين؟ انا رشدي الفحي. وضحي جمعك. اعطيني ابشار. الله يبشرك بالخير، بس بشارك شو؟ يا بابا استنى 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 في حي جوا. استنى بس يحطوا على راسه، حطوا على راسكم. رجلي بده يفوت. يلا خليه يفوت. عمي ابو وضاح وعمتي ام وضاح رجعوا. شو لقينا هون؟ وينهم؟ شحون جايين وراي هن وابو نمر، وباذن الله باذن الله قبل المغرب بيكونوا هون. في عرس بالحارة؟ لا ما في شيء. هاي الزلاغيت ببيت اختي، لنروح نشوف شو فيه. شرف خير. شو فيه شو فيه؟ المختار ابو وضاح رجع. الله عمي ابو وضاح رجع. يا عكيم عمي ابو وضاح رجع. عمي ابو وضاح رجع. يا اهل الحارة عمي ابو وضاح رجع. المختار ابو وضاح رجع. المختار ابو وضاح رجع. عمي ابو وضاح رجع. عمي ابو وضاح رجع. افتح افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. افتح افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. روحوا من هون يا عمو، الله يرضى عليكم. بده زيت وكبريتك. والله عم توزعوني يا عمو. افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. افتح افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. افتح افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. افتح افتح حنطيتك بده زيت وكبريتك. افتح
أفكح عنتيتك. الله يخليكم لأهاليكم يا عم، والله عم توجعوني. الله يسعدكم، الله يسعدكم ويورجيكم أيام حلوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا كول هالمسكين. لا بس يا ولد بس، نلعب أنت وياه على البيت. يلا يا هالحارة عياش، مختار حارة عياش. عمي أبو وضاح رجع. شو الحكي؟ لك شو عم بيقول، وضاح ولا أبو وضاح؟ عم بيقول أبو وضاح. أنا هيك سمعت. لك شو عم تحكي يا أبو عجاج؟ المختار أبو وضاح رجع. معقولة؟ كل شي بصير. طيب خلونا نمشي على المضافة نعرف شو القصة. تفضل تفضل. المختار أبو وضاح رجع يا هالحارة عياش. المختار أبو وضاح رجع. الحمد لله اللي رجعوا كلياتهم بخير وسلامة، بس ما ضل برقبتي غير عرفة. يا رب يغفر لي. شباب بدي استقبال لعمي أبو الضاح. ما صار عمار ورقي. جماعة السيف والترس هلا بدي اياهم هون. لعيونك تكة بيكونوا عندك. فخري يا عم يا ابو فخري. ايوه بيسلم عليك ابو نمر وبيقول لك اتباع 10 خواريف منشان نوزعهم على الناس. هلا يعني؟ ايه هلا. لا عمي انا بدي اروح استقبل ابو وضاح، بعدين ما في حدا يساعدني. انا بساعدك. هي هي علينا ابو فخري، هلا بس يجي المختار بتشوفه بسلم عليه. هيك قلت؟ ايه. امري لله. شرف عمي شرف. روح ابو مرزوق، خليك هون انت وابو عمشه، تساعدوا ابو فخري وابو عجاج. صار معلم. يعني العضوات. علي انا في عندنا خريطه اتصلوا وبرجع. لا في نقله خواريف ولا من يحزنون، بتضل هون انت ابو مرزوق بتساعدوهم. صار معلم. هات في يلا في غير عني. هات وين رايحتك انت؟ شو عم تساوي هون؟ خلاص ابو عجاج خلاص اتركوا. امرك عجيب. يلا تيسر روح. يا ميت اهلا وسهلا. سندي فيها طولك. الله يرضى عليكي. ما بدي بنات، ما بدي بنات، بدي بناتك لي. استغفر الله العلي العظيم يا ربي. وفيقة شبك عم بيقولوا ابو وضاح اجا. ادريت شو يعني؟ من مين هاد ابو وضاح؟ نمر الخشاب يا مو. را 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 را. نمر الخشاب اجا لك. اي يا مو اجا.
ليلو يستنى لركز حالي. وين المكحلة؟ لك يا أمي يا أمي، الزلمة رايح على بيته ما له شايل عنا. خريك شو فهمك أنت؟ يا ربي فرجك يا الله، فرجك يا الله يا أمي. اجوا يا شباب اجوا، وطن المخدر وطنوا محلا طلتها، وطنوا محلا طلتها. تسوى شي بلاك يا كبير. الله يخليك يا فهد. الله يخليك. الله يسلمك. عنده عسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. عنده عسلامة. الله يسلمك. سلام يا بيه. والله اشتدنا. يا هلا يا هلا. الحمد لله على سلامتك يا مختار. الله يسلمك يا شيخ وزير. الله يسلمك ويخليك يا رب. يرضى عليك ويحميك. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا ابو فؤاد. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. كبرت الحارة يا بختار. الله يهديك يا رب. عمي ابو الطاح. مين هاد؟ عمي ابو الطاح. هذا صفوان يا مختار. عمي ابو الطاح. سامحني يا كبير. جيرت عليك الله تسامحني. اخر عنه هيك ولا لا تنسوا الابي بايديك ابي طاهر. الطاح. امشوا يا جماعة امشوا. واهلا وسهلا باللي جاي. اهلا وسهلا باللي جاي. منيح. ايه الله يعطيك العافيه. على مالك على الاحماد عشان ما يتنتف. شو ابو مرزوق؟ شو مو وقتها؟ هلا مو وقتها. لك والله الطاسه فاضي النوم تختخ على الاخير. ايه قوم قوم. بلا طاسه بلا طاسه. قوم لهلا. هلا ابو فخري اللي بسالك سؤال. هلا مو نحن عضوات الحاره وكباريتها؟ عضوات امنا لله، بس يعني كباريتها بدك تسمح لي فيها، انبهبطك كثير عليكم. مقبولة منك عم مقبولة، بس بصير يعني احنا عدم مأخذة يعني نطبخ هون قدام العالم كله. ايه ليش لا يعني ليش لا؟ مو انتوا صرتوا عضوات مشان تخدموا اهل الحارة؟ ايه بلا. ايه وهي اكبر خدمة لاهل الحارة. ما عم بعرف يعني ليش هيك ما عم تخرب بعلي هالشغلة. ما عم بعرف. Oh, baby.
عنكم عرس؟ يا عنكم عرس؟ بلا عنكم عرس. اعطوني اعطيني اعطيني. صفقولي سطح له هالبيتنجان طيب. منو هم؟ البيتنجان. هاي صبحية اختي. سفوه صبحية هالبيتنجان طيب مقلي البيتنجان. سطح له هالبيتنجان طيب مقلي البيتنجان طيب. ها ليش ما عم تسفوه؟ هلا برقص شوي وبعدين بتزفوني. هو جوا عم يستناني. انتي اللي اخذتي مني نمر الخشاب. انتي يا مو يا مو امي لك امي. ان شاء الله ما تاخذونا يا جماعه. ان شاء الله لك امي. امي يا عمتي. الحمد لله على سلامتك عمتي. الله يسلمك وقبريني. الله يرضى عليكي. الله يسلمك ويرضى عليكي. امشي امي بوس ايدك امشي. لك وفيقة؟ شبها امك؟ شوفت عينك عمتي. يلا امي. ما بدي روح. ما بدي روح. بدي اتفرج على الزفة. يا امي. ما بدي. امي روح نلبس اواعي جديدة وحلوة ونرجع على الزفة. يلا طول. جديدة؟ يلا اواعي جديدة. يلا طول. استنوني ما راح اتعوق. يلا يا ابو بوس ايدك يلا. حلو قلبي تنجان. فيصل فيصل بي فيصل فيصل وين راح الولد؟ الولد اسمه فيصل. ابيك اخي ان شاء الله دوروني عليه بعد لي حلو عمتي. يلا فيصل عبي عبي. يا الله بسم الله. الله يلا صحة ونعمة. اخي خففوا الدخان. الله يرضى عليكم. والله خلعتونا. شو باقي بذرة بلدية؟ هاي بلدية ولا مو بلدية؟ والله حاضر بلدية. شو يهني هالبذرة بلدية؟ يا رب اسمك. ايه كتر له شوي كتر له صحة. تكرم عمي ابو بكر تكرم. يا رب. رشدي يا رشدي رشدي روح شوف شو بده الحريم بسرعة. يلا يلا. شوفي اختي. دخيلك يا اخي عمتك جايبه مع ولد صغير ومدري وينه يمكن ضاع. فيصل؟ ايه فيصل. وين راح الصبي؟ دخيلك روح دور عليه قبل ما يبعد من هون. فوتي اختي فوتي ولا يهمك. روح على ايدي ما تحرول. ايه امرك عم نفخ. كمان نتفه ثاني. يلا حق ما خلتونا يا جماعه. شو ابو عجاج شوفي في ولد عمره شي 8 سنين ضايع. ايوه انا رح اروح ادور معك ابو عشاش. يلا عمي ابو الفخر. يلا انا بسكم. يلا الله معك. فيصل انت ليش قاعد هون وعم تبكي؟ حدا ضربك شيء؟ لا بس قريب جدتي. قوم تعال معي قوم. وذاك يوم اليوم السلام عليكم. وعليكم تفضل. لا هذا المحل محلك. هلا انت المختار. تحرم علي المخطره والقعده ورا هالطاوله بوجودك يا كبير. الله بحي اصلك يا ابو صفوان. عيني عليك يا ابو صفوان. عيني عليك. شو هالحكي يا جماعه؟ لك العين ما بتعلى عن الحاجه. تفضل تفضل على مكتبك. لك الله يبارك فيكم. بدي اقعد بيناتكم لانه انا مشتاق لكم خيرات الله وبدي اشبع من هالوجوه الطيبه. تفضل محل محل. اهلا وسهلا فيك يا جماعه. تفضل تفضل. يلا على عيني. تفضل تفضل. يا سلام. يا رب يا سلام. اهلا بهالوجوه الطيبه. اهلا وسهلا. شو وينه ابو رضا؟ ماني شايفه. والله يا رضا استشهد.
ورا عظامي نمت. يلا يا عمري احنا نمت على تختي. لا يا مو شو على تختي، اليوم انا بدي نام جنبك. وانا كمان. لا والله ما حذرتي لا انت ولا جوزك، انا بدي نام جنب امي. لك انا بنام جنب عمي كمان، مشتاقت له كثير. لك تقبروا عظامي، تقبروا عظامي مع احلاكم وشو حنايا. تخيلك يا ربي، بشكرك يا الله، بشكرك على هاللمه الحلوه. امين يا رب. صحيح يا عمو، بدي البشاره. ها رويده حامل. عن حقها يا الله يبشرك بالخير. هيك ها. لا 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 مو هذا الولد اللي كان مع امه اللي اجت مع الشيخه ام نمر وقت اجوا لعنا؟ امبلا هو بذاته. يا حسرتي عليه، صفي لا اب ولا ام. وبده يعيش عنا على طول؟ هلا جبناه لهون بدنا نقيده بالمدرسه، بس تفوتس المدارس بنرجعه لعند اهله. بس هذا الولد بضله غريب، ما بيجوز تشلحوا قدام منه، خصوصي انت ما بصير تكشفي شعرك. امرك ابن عمي، بس مو لساته صغير. ولو كان صغير وبيكبر وبيتذكر كل شيء شافه بصغره. لا أيوه، هذا الولد أنا مربيته. ولو كان يا أمو، ولو كان بضله غريب. عمي شغلنا طاير فرس، بينزل تحت بطن الفرس ويطلع فوق وما طاح. والله الشيخ نمر أبضاي، هذا أكيد مدرب حصانه منيح. ما يركب حصان، يركب فرس. وليش بقى؟ فرس اسرع وحنا البيت وما نركب حصان، نركب فرس. وانت بتعرف تركب خيل؟ ايه، عمي الشيخ نمر علمني على الخيل، وجدي ابو الضهر بعدني اشتري لي فرس. الله عليك يا فيصل، والله تاريخ حك وجهي. ايوه ايوه يا عيني، شايف صرتوا اصحاب انت وفيصل. اهلين يا بي، بس انا والله زعلان منك كثير. خير خير، ليش؟ انا بدك تشتري فرس لفيصل وما بدك تشتري لي؟ وانت عندك فرس ما شاء الله عليها. لا فيصل بيحب الخيل كثير. رويدة غطي شعرك. يلا يا ابي خلينا نروح على المضافه، هلا بيجوا الناس مشان يسلموا عليك. يلا ايه تقبرني؟ احكي لي لشوف شو القصه اللي كنت عم تحكيها لوضاح. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. تساوي هون ولا؟ أنا جاي أسلم على عمتي. هلا تذكرت إنه لك عمي؟ أبو نمر، أنا والله ندمان على كل شيء سويته، وما بدي من ربي غير إنه يغفر لي. روح صلي لربك وادعي له بلكي بيغفر لك. بس الله ما راح بيغفر لي إلا إذا كل الناس اللي قاسيتها سامحتني، وأولهم أنتو. لك روح من وشي ولا؟ روح من وشي ولا بقى تورجيني وشك بنور، وحميد ربك اني ماسك حالي عنك، لاني حالف يمين اول ما اشوفك طقك رصاصه بين عيونك وريح الناس منك. لك يا ريت، لك يا ريت تطقني هالرصاصه وتخلصني. يلا حبيبي هدول بدك تاكلهم كلياتهم. السكوت علامة الرضا. يلا كول، ليش مستحي؟ معناتها أنا رح روح من هون وأتركك لحالك مشان تاكلهم كلياتهم وما تستحي مني. أنا ما مستحي، أنا خايف من عمو الضاحي.
حبيبي ليش خايف من وضاح؟ وضاح بحبك كثير. لا ما بحبني. شو هاد؟ شوفي شوفي ليش مكشفي عن راسك قدام الولد؟ يي بعد لي حمى، والله ما اشتلقت على حالي. ما اشتلقت على حالي؟ بعدين هاد شو طالعوا لهون؟ انا نط طلعته. روح عمي روح، روح انزل لتحت يلا. وضاح اختي الولد يتيم. يتيم؟ لك انا شو نبهت عليكي؟ تقبرني والله مو قصدي اكسر كلمتك، بس هيك مدري شلون حسيت بحنية علي. رويدة هذا الولد إذا بشوفه مرة تانية هون بدي زدته من فوق المشرقة على أرض الديار، وخصوصي إذا كنتي بكشفي عن شعرك، فهمتي ولا لا؟ أمرك ابن عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. وقال عم يجيها ناس أشكال وألوان، حتى هداك اللي بعد يجيها مصاب حمص. فردوس! إيه تقبريني فردوس، اسمعي على القصة. قال مخاوية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فضائل الله والله أحد مخاوية ملك من ملوك الجن يا لطيف الله يجعل كلامنا ثقيل عليك استغفر الله ودخيلك ليش ما عم بزبط شغله مع أم صفوان ماني فهماني شو بكي تقبريني؟ عمتي فيصل نزل لعندك؟ لا يوم ما نزل على بالها إنه نزل لعندك قولي على عمتي لقوم شوفه عن إذنكم إذنكم معك بعد هيك ليش؟ يا عمي اهلا وسهلا وين راح الصبي؟ يو شو عم ساوي هونك ستي؟ قولي على قامتي ليش عم تبكي؟ بدي ارجع على عمي بولمر على العشيرة. ليش تقبر عظامي؟ مانك مبسوط عنه؟ أنا مبسوط، بس عمو وضاح ما يريد عنكم. مين قال لك إنه عمو وضاح ما بده إياك تضل هون؟ طلبني الحين. يا علي الجيري انه قعدته بالمضافي وراء المكتب بتعبي العين وبتزازي الراس لكن عمي لكن الناس ما امات الكبير بيضل كبير ما بيصغر يا علي ما علي بهي الغيبه رجع وهيبته زايده خيرات الله اي ما في شك يا ترى رح يرجع يستلم مخترة لكن شلون في حدا بيسترجي هو بناحيه المخترة وهو موجود وابو صفوان ابو صفوان هو اللي طلب من الداخليه تعفيه من المخترة يعني رح ترجع الحاره مثل ما كانت لك تمام يا ياسين تمام رجعت مثل الاول واحسن باذن الله ولا شلون يا رجال تعال اشرب شاي تعال اشرب الشايات والله شيء طيبين يا رب يسلمون الدياد الله يسلم الدياد يا محمد شباب بسرعة حرك شو ابو صفوان ليش شايلين شو راح تسمي المحل؟ لا راح تسمي شيء كل الناس بتعرف هذا الدكان ابو صفوان للحلاقة ما راح تسمي عمي عمي بتصير يا بتحلق عنا يا بنحلق عنك شو رايك؟ يا حري حري السلام عليكم اهلين عمي وعليكم استغفر الله العلي العظيم مبروك عمي الله يبارك فيك عمي إيش كان ما كفوك المصريات أنا بعطيك كمان يا عمي لا الله يخليك ساترها الله الحمد لله تعالوا تعالوا لوين رايح؟ على هذاك البيت ليه؟ أنت لساتك زعلان مني؟ بكرة رح اجيب لك نص رطل هريسة إلك لحالك تاكله منيح اي يلا روح يا ابني هذا الولد مسكين ويتيم لا تزعله الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم واما اليتيم فلا تقهر صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبعدين كرامة للشيخ ابو نمر
لا تكسر بخاطره. ايه يا بي، بس انا ما بيهون علي حدا غريب يطلع على حريماتنا حتى لو كان طفل. لك يا ابني، هذا مو غريب، بدك تعتبره غريب. امك ربته سنين وطول الوقت هو عايش بيناتنا، يعني صار واحد منا وفينا، ولازم تعامله كانه ابنك. يعني ابنك الله يرحمه لو كان عايش ما كان من جيله. المهم ايدتوه بالمدرسه؟ ما رضوا يعيدوه نظامي. اوف، ليش؟ لانه ما عنده ورقه نفوس. هي راحت عن بالي. ايه والعمل؟ هلا قبلوه هن مستمع، يعني رح يعلموه القرايه والكتيبه، بس ما رح يعطوه شهاده. ايوه ايوه ايوه. طيب انت خليه يروح يداوم بالمدرسه، انا بروح بشوف الشيخ وضاح، بنروح بنعمل له معامله النفوس وبنجي بنسجله نظامي. مو غلط. هذا يا سيدي من امبارح كمان اجانا خبر ما بسر النوب. خير؟ الشيخ سلطان الطيار اللي بعث لنا سلاح. شو هو؟ يا سيدي مسكوه وحطوه بالالعاب. والدكتور الشهبندر هلا عم يعمل خطه لحتى يهربوا منا. وشلون حسنوا يمسكوه؟ الفرنساوي هجموا عليه بالطيارات والدبابات عليه وعشيرته. فمشان بعد الخطر عن العشيره سبب حاله. يا سيدي رجال الله يغفر. عمتي شو في عيون عمتك؟ تفضل انت وتاسك ربيع السفينه جايه. هات لشوف. لك ايه والله صحي. تقبر قلبي، هات بوسه. لا خاف عم اوضح شوفي. عمتي جيب لك ميه؟ ايه جيب لي، بس لا توسخ اوعيك. يلا يلا. الله يعطيكم العافيه. هذا شو عم يساوي هو؟ هلا اجى من المدرسه فرحان لانه الاستاذ حاطط له جيد على السفينه. هات لشو؟ ايه منيح. يلا فوت على المربع احفظ وظائفك ولا بقى تطلع لهون الا اذا حدا نادالك. يا الله منك يا وضح، لسه حاطط دابك من داب هالولد وبتضلك تكسر بخاطره. لك ما بيجوز يشوفك مكشفه عن راسك ومشمره عن زنودك. بسيطه. على كل حال كنت جاي اسالك اذا لازمك شيء قبل ما اروح على المزرعه. سلامة قلبك. يلا بخاطرك. يتيسر يا مو. إذا الله راد يا مو. الله والنبي يحرسك. الله معك تقبلني. الله ينور طريقك. دير بالك على حالك. ولا يهمك يا مو، يلا بخاطرك. مع السلامة. بدك تتعوض؟ لا إذا الله راد، اليوم المساء بكون. شو بنا؟ رضيها شوي. نيغو. إيه هيك بدي إياك. يلا بخاطرك. الله معك. ابن عمي؟ اسأل لي ام نوري اذا الحلقه تبعي اللي راحت مع ابنها لنبيها لساتها عندها، جيب لي اياها معك. هلا بدك ام نوري تضل مخبيت لك الحلقه شي 8 سنين، ايه بتكون باعتها من زمان. بدك شي ثاني؟ بركة دام بتجيب لي ابنها لنبيها معك، والله قلبي عم يفرق علي. يا حبيبي، انا فيصل ماني خالص، لسه بدي اجيب واحد ثاني، يلا بخاطري. الله معك، الله ينور طريقك ويبعد عنك. هلا ابو مرزوق الحشاش كان عضو؟ ايه. وابو عمشه الطنبرجي. وابو سلمو العربجي، وابو حسن السمكري. لا بس مالكم حق، كان لازم توقفوا معه. شو بدنا نوقف معه على ضلال؟ وليش على ضلال؟ لانه ابو صفوان اشترى المختره بالمصاري. نحن كنا عم نطالب انه ابو خيره هو يصير مختار. ما حسينا الا ابو صفوان جاي وجاي معه الفرمان. شو هالحفي؟ ويا سيدي بلش لك ابو صفوان بهالناس على قصه عمله. كل ختم كان ياخذ عليها هذيك الحسبه. ويا ريتها وقفت على المصاري وبس. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني ابو صفوان صار عوايني للفرنساوي. ابو صفوان؟ ايه ابو صفوان. والله يا جماعه ما لازم نظلمه لهالزلمه. انتم بتعرفوا يلي ورطوا ابنه صفوان. وابو صفوان زلمه ضعيف وبيخاف، يعني ما قدر يقول له لا. ايه بس يعني الانسان لما بيوطي راسه مره ما عاد يقدر يرفع راسه بحياته. اي نعم. يا ميت اهلا وسهلا بسيد المعلمين. علينا ابو نوري. شو وين الشباب؟ ما شايف حدا منهم. والله الشباب معزومين عند ابو سويد على الغداء، لهلا ما رجعوا. بس ما كان لازم يروحوا، الدنيا قايمه قاعده بعد ما ذبحت سقبها. لا تخاف معلمي لا تخاف، راحوا بعد صلاه الصبح وبيرجعوا بعد صلاه المغرب. ان شاء الله خير. دخلك نوري راح معه؟ لا والله ما راح معه، عنده شغل بالارض. اي الله يعطيه العافيه. الله يعافيه. دخلك وام نوري وينها؟ بالاوضه. بدك مناشين هديله؟ والله عاوزها بشغلي. خير معلمي، في شيء؟
نحن يا ابو نوري قصرنا معكم شي بزماناتنا. اعوذ بالله، عضالكم طابنتنا طمر. واصلك شي على لسان ابو نوري؟ لا، بس انا بزماناتي ما سترت على بنتكم الله يرحمها. مظبوط، وهذا فضل ما بنساه لك يا طول عمري. بس ابو نوري لسته بسرعه. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلين ابو نوري، بعد اذنك تركنا شوي. الله يسود وشك ويقصف عمرك. خلصنا ابو نوري. ام نوري، مو عيب عليك اللي سويتيه ببيتنا؟ بيتكم؟ شو سويت ببيتكم؟ من يوم ما خلفت رويده خانو وبنتي نبيها الله يرحمها ما فتت بيتكم. ايه وشو سويتي بهذيك الليله؟ قصدك وقت كنت بدي بدل فيهم الاولاد؟ لا، قصدي يوم اللي بدلتي الاولاد. والله يا ابني ما بدلتهم، انا ما بزل عليه، كنت بدي بدلهم. الله يلعن الشيطان، لعب بعقلي. بس ساعتها اجت سميحه خانه وشافتني. ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم. ام نوري، ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم، والله شاهد علي ما بدلتهم. ام نوري، الشغله ما انا لعبه، انت بدلتي الاولاد ولا ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم، الشيطان لعب بعقلي وكنت بدي بدلهم بس ما بدلتهم. شو هالحكي؟ انت بتحلفي على المصحف انك ما بدلتيهم؟ ايه بحلو. معناتها الولد اللي استلمه نوري من ابي بيكون ابني؟ وين الولد؟ انا ولد. ابن نبيها اللي استلمه نوري من ابي. ولي على قامتي من يومها مات حتى لهون ما وصل، مات مع ابني نوري على الطريق ودفنه محل ما مات. مات؟ ايه والله يا ابي، العوض بسلامتك والله يعوضك باحسن منه. لك وينه نوري؟ لك نوري؟ نعم علي، وين دفنت الولد؟ أنا ولا؟ ولك الولد اللي استلمته من أبي على أساس ابن أختك نبيها. ليش؟ خير شو قصة علي؟ ولك هذا ابني، ابني. ابنك؟ ايه ابني. وشلون صار ابنك؟ مو على بنا انه؟ ولك المنظومة امك يوم اللي خلقه لعبت لعبة وبدلته. شو هالحكي؟ يا باطل. اللي قال له وين دفنته؟ الولد ما مات يا معلم. شو؟ ما مات؟ لكن وينه هلا؟ نوري احكي كرمال الله، وينه هلا؟ انا يوميتها حطيته تحت شجرة على طرف الحوض. والله لو بعرف يا معلم انه ابنك كنت حطيته بعيوني. حطيته تحت شجرة؟ ولك طفل مثل هاد تحطه تحت شجرة وبتتركه؟ الله لا يعطيك العافية. وين هاي الشجرة؟ بتذكر وينها؟ ايه معلم بعرف وين. يخدني عليها يلا. افتح حديده بده زيت وكبريتة. افتح حديده بده زيت وكبريتة. افتح حديده بده زيت. يلا ولا انت ويا يلا. شو لك عبد الرحمن؟ قال هين على عيني. سالوا عنك بالداخلية، قال بدهم اياك، بس لما اندري اللي صار معه قالوا لي خلص ما عاد بدنا اياه. ارضى علي كرمال الله، ارضى علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحد الله لك صفوان، وحد الله عمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعال معي على الدكانة، ولا ما الله سبحانه وتعالى يحنن البابوك عليك. يلا عمي يلا. لستك وبهجة قلبها لستك. شو بدك تقبرني؟ ريقي واقف برا، ما شفت عنا نقعد نجلس في هداك البيت؟ تشكر قاسي، صار عندك رفقة تقبرني؟ وشو اسمه رفيقك؟ اسمه أدهم.
ايه عمتي، هذا ادهم ابنه للعقيد ابو ادهم الله يرحمه. والنعم والله، ايه شو عليه تقبرني؟ يلا فوت انت ورفيقك على المربع، رح احط لكم تتغدوا سوا. ورفيقك قال لامه انه جاي يتغدى عندك؟ ايه قال لها. يلا لكان جيبوا لرفيقك وفوتوا على المربع. شو بك تقبرني؟ خاف عمي وضح يزعلني. ما تخاف، عمك وضح ما يزعل. لك نوري وين هالشجرة اللي حكيت لي عنها؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول لك. من سنين ما جيت لهون وفرق علي كثير القرنين، والشجر كله صاير بيشبه بعضه. كرمال الله لك نوري تذكر منيح. طيب شوف الشجرة والله كبيرة، بركة تنطوني اياها. والله شفتها يا معلم، يمكن قربنا منها. الله لا يسامحك يا نوري على هالعملة. لك شلون بيطوعك قلبك طفل مثل هاد تتركه بالبرية؟ لك يا ريتني ما دريت بهالقصة كلياتها. والله إذا ما لقيناه لتضل حسرة بقلبي لبعد ما أموت وصير تحت التراب. لك وحد الله يا معلمي، وحد الله. أكيد بيكون في شي حدا من الضيعة لقاه ورباه، وإن شاء الله الله بيجمعنا فيه. يمكن حطيته عند هي الشجرة هنيك.